أعلنت شركتا فايزر وباينتك أن اللقاح الذي تعمل الشركتان على تطويره أثبت فعاليته بنسبة عالية، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. ماذا قالت الشركتان؟ قالت في بيان مشترك أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 90% بعد مقارنة أعداد المصابين بين مجموعتين تلقت إحداهما اللقاح، وتم تسجيل نتائج اللقاح بعد 7 أيام و28 يوم. تم تجربة اللقاح على 48,000 شخص، هذه هي الشريحة. تؤكد تقارير الشركتين عدم وجود أي أثار جانبية خطيرة للقاح، وأن نسبة نجاحه فاقت كل التوقعات. كيف تلقفت الجهات الرسمية هذا الإعلان؟ أعربت الجهات الرسمية في وقت سابق عن نيتها منح تراخيص عاجلة لأي لقاح تتجاوز نسبة نجاحه 50%. من المتوقع أن تقدم الشركتين طلبا للحصول على التراخيص قبل نهاية هذا الشهر. ولكن ماذا عن الإنتاج؟ يتوقع أن يبدأ إنتاج اللقاح قريبا، وعلى الأرجح ستكون أولى الجرعات من هذا اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية بنهاية هذا العام. طبعا هو موعد يبشر بقرب التغلب على الفيروس الذي طبعا هز العالم وشل الحياة الاقتصادية والحياة أيضا. لدى فايزر اتفاقات لبيع 100 مليون جرعة من هذا اللقاح للولايات المتحدة، وتتيح الصفقة للسلطات الأمريكية خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية من فايزر. الرئيس التنفيذي لشركة فايزر قال إنه بحلول نهاية العام تستطيع الشركة تزويد الولايات المتحدة ب40 مليون جرعة من لقاح كورونا، كما أنها اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول مارس من عام 2021. ينضم إلينا من ميشيغان عبر سكايب البروفيسور علي فطوم، أخصائي في علم اللقاحات والأدوية والميكروبات. دكتور علي مرحبا، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. بروفيسور، تعرف نحن الصحفيين عادة والصحافة تهتم بقد يكون الخبر الأقل تبشيرا يعني بالخير، 10% أنا قلق عليهم، 90% يبقى هناك 10%، وهذه أيضا نسبة ليست بسيطة، سنتطرق إلى تلك، ولكن أعطيني الخبر الإيجابي اليوم نبدأ. نعم. هل هذا خبر جيد والجميع يقول بأنه انتهت القصة يعني؟ لا، هي القصة ما انتهت، بس هو خبر ممتاز يعني. خبر جيد جدا أنه احنا نوصل لمرحلة أنه هنالك لقاح معين يعطي نجاعة جيدة في هذا الحال. السؤال هو أن هذه النتائج هي ليست نتائج أولية، هي نتائج بينية، ما نسميه interim analysis، بمعنى أن قامت الشركة بفحص عن طريق طبعا اللجنة المستقلة DSMB، قامت بالنظر إلى بعض النتائج، وكان هنالك 94 حالة في كل 44,000 شخص. وطبعا من نظرت إلى ذلك وجدت أن هناك 90% نجاعة، 90% من الحالات ظهرت في الأشخاص الذين لم يأخذوا أو لم يعطوا اللقاح، وطبعا 10% ظهرت عند الذين أخذوا اللقاح. إذا نحن بانتظار الخروج بالنتائج الأولية بعد أن يصل عدد الإصابات إلى 164 إصابة في هذه الحالة. إذا في هذه المرحلة نحن بحالة الانتظار حتى نثبت أو نعرف بالضبط ماذا حصل. لأن إذا نظرنا إلى الصورة بصورة عامة يعني بالنظرة من فوق، بنشوف إنه في هنالك الشغلات الإيجابية، إنه هنالك إمكانية أول شيء، ثانيا أن هذه التقنية الجديدة التي تستعمل للمرة الأولى في الإنسان تعطي نتائج إيجابية، وهذا يشير إلى أن الشركات الأخرى التي تستعمل نفس التقنيات، بمعنى شركة موديرنا في الولايات المتحدة، لديها أمل كبير بأنها ستحصل على نتائج مشابهة. إذن عندنا بشائر، وهذه البشائر سيتبعها نتائج جديدة من شركة تستعمل نفس التقنية. هذه الشغلات الإيجابية التي حصلت حتى الآن. السؤال هو طبعا هناك عدة، والشيطان في التفاصيل، عندك عدة أشياء التي يجب أن نصل إليها وسنتعرف عليها في عندما يصل الوقت لأن نعرف ماذا حصل، كيف
ومن هم الناس الذين لم يصابوا؟ هل المجموعة السكرية والفئات ذات الخطورة العالية هي التي كان فيها هذه الحالات في واللقاح لم يعمل بصورة جيدة عند هؤلاء؟ هذا سؤال كبير. طبعاً. السؤال الآخر هو أنه إحنا طبعاً نحتاج ل 28 يوم بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية. ماذا يحصل بعد الجرعة الأولى؟ ننظر بخلال الجرعة الأولى، هل هنالك إمكانية أن يكون لدينا شيء جيد هناك؟ طبعا هذا السؤال الثاني. الأسئلة الأخرى هي طبعا في هنالك مشكلة ببعض الفيروسات، وهي ما نسميه disease enhancement، بمعنى أن الإصابة تكون أشد عند الناس الذين لديهم أجسام مضادة لهذا الفيروس. هل هذا حدث في حال الكورونا؟ وهذا طبعا علامة سؤال. هذا مخيف السؤال. طيب نعم. دكتور، الأجسام المضادة هل لها فترة معينة تبقى فيها داخل الجسم؟ هل تختفي بعد شهرين؟ هل لها صلاحية يعني في داخل جسم الإنسان؟ وعندما نتكلم عن اللقاح، اللقاح راح يكون بشكل دوري على مدار العام، حضرتك بتقول بين الأولى والثانية ولا مرة واحدة؟ لأنه القلق يعني مخيف عن أن من يصاب به يصاب به مرة أخرى، وحضرتك يعني زدت القلق شوي الآن. لا سؤال جيد، يعني لازم الواحد يحكي بالتفاصيل في هذه القضية. إنه عادة لأنه لم نتعرض من قبل لمثل هذا الفيروس نحتاج إلى جرعتين، وهذا بعدين خلال أسبوعين ما بعد الجرعة الثانية يكون لدينا النسبة الأعلى من الأجسام المضادة والمناعة. الآن هنالك سوء فهم بأنه الأجسام المضادة بصورة عامة لكل اللقاحات في خلال الأسبوعين أو 3 أسابيع الأولى تخرج وتعلو بنسبة عالية جدا وتبدأ بالانخفاض بشكل سريع وثم تستوي. هذا الانخفاض بشكل سريع يشكل حوالي 60 أو 70% من الأجسام المضادة. الأجسام المضادة طبعا تبنى، ولذلك الجسم إذا ما في حاجة لها عملية هدر للقدرات أنك تضلك تعمل أجسام مضادة، ولذلك لدينا في المناعة ما نسميه الذاكرة المناعية، بمعنى تي سيلز وبي سيلز. يعني في حالة أنه الفيروس تعرضنا للفيروس مرة أخرى، هذه الذاكرة تحفز وننتج أجسام مضادة ومناعة مقابلة بشكل سريع جدا، لا تحتاج إلى فترة 6 أسابيع، وإنما بشكل مباشر خلال فترة قصيرة أيام نكون قد تجاوبنا لهذا الفيروس ويمكن القضاء عليه. إذن هنالك يعني منزلة ما بين المنزلتين، هي ليست الحلول السحرية، ولكن يجب فهم ديناميكية حصول هذه الأشياء مع بعض حتى نقدر نفهم ونقدر قديش كمية التفاؤل وأيضا الإمكانيات المستقبلية لهذه اللقاحات. طيب، المهم مثير جدا الكلام عن الميموري سيلز، لأنه لم نتحدث أيضا عنها كثيرا. الديناميكية مهمة، بدنا اليوم ندخل في تفاصيل التفاصيل دكتور، يعني ليس من السهل أن تصبح طبيب، ولكن نصف الكرة الأرضية أصبحت أطباء اليوم. في قراءتك في خريطة الإنتاج، متى سيتم إطلاق اللقاح، عملية الإنتاج، بخبرتك بهذا المجال تتوقع بأنه سيصل إلى العالم متى؟ في الواقع الإنتاج وخاصة في المسنجر الرنية اللي هي فايزر وموديرنا يحتاج اللقاح إلى تبريد كبير جدا، ما ناقص 20 درجة مئوية لموديرنا وناقص 80 درجة مئوية لفايزر، وهذه بحد ذاتها هي قضية لوجستية هائلة. القضية الثانية أنه الـ FDA يطلب من الشركات حتى أنك تقدر أنت تأخذ الرخصة أن يكون لديك 3 إنتاجات مستقلة، وهذه الإنتاجات الثلاثة هي بالضبط نفس الشيء، وبالتالي مرتبطة. قصدك 3 إنتاجات و3 محاولات سابقة لإنتاج اللقاح؟ لا، 3 باتشز اللي هي يعني حزم، حزمة أولى، حزمة ثانية، حزمة ثالثة، وبالتالي هذا بنسميه consistency، ولذلك هذا يحتاج إلى وقت. الشيء الآخر أنه كمان الشركات لم توظف أموال هائلة بالنسبة للإنتاج، ولذلك ستدخل عملية الإنتاج والتوسع وإدخال مصانع جديدة وإلى آخره، هذا سيأخذ وقت. لذلك الكمية الموجودة الآن، القدرة الإنتاجية الموجودة الآن هي محدودة إلى حد ما، ولا تستطيع أن تجيب على
كل احتياجات العالم بالنسبة لهذا الموضوع. ولذلك الأوائل الذين سيحصلون عليه هم تلك الدول الغنية، مثلا الولايات المتحدة التي حجزت مسبقا عدد معين من الجرعات لكي تعطيها للمواطنين الأمريكان الذين بحاجة لهذا الشيء، وهذا طبعا سيساعد على فتح الاقتصاد وفتح المؤسسات وإلى آخره. بينما لذلك نتوقع أن يكون في خلال الربع الأول من السنة القادمة سيكون هنالك تطعيم في داخل أو لقاحات في داخل الولايات المتحدة، وأما بالنسبة لدول العالم الأخرى فيتعلق الموضوع، يعني بعض هذه الدول لن يصلها ذلك خلال سنة واحدة وإنما ممكن بنهاية السنة الثانية، وأيضا تحتاج إلى أموال حتى تمول هذه، لأنه مثلا شركة فايزر لم تحصل على دعم من الحكومة، وبالتالي هي شركة ستقوم ببيع هذا اللقاح، وهذا اللقاح سيكون له سعر كبير، لا تستطيع دول العالم الثالث مثلا أن تدفع مثل هذه الأموال. إذن هنالك قضايا لوجستية خاصة، قضايا مالية، قضايا إنتاجية تقنية، وقضايا كبيرة يجب السيطرة عليها. طيب، حتى نستطيع أن نكون إيجابيين. طيب، ونعطي دكتور الصورة. إذا تكرمت بروفيسور، بقي معي دقيقة. كثيرون لا يعلمون بأن باللقاحات التي يتم عطاؤها للأطفال والمعروفة منذ فترة طويلة هناك دائما نسبة وفاة. يعني هل نستطيع أن نتنبأ بنسبة وفاة معينة يعني لهذا اللقاح الجديد؟ ليس لنخيف العالم، ولكن هذا موجود في كل اللقاحات التي نعطيها لأطفالنا الآن يعني ومنذ فترة طويلة، والتي أخذناها نحن منذ عشرات السنين. نعم، سؤال جيد جدا، وانا بالفعل يعني نسيت احكي انه قضيه السلامه، انه فايزر كان لديها 44,000، الموديرنا عندها حوالي 30,000، ولذلك خلال الفتره هذه 30,000 وال44,000 عندما ننظر الى السلامه هذا لم نجد هنالك عوارض جانبيه في هذا العدد الكبير. إذا 80,000 حقنة و 60,000 حقنة، 140,000 حقنة، لم يكن هنالك عوارض جانبية ممكن أو أدت إلى توقيف هذه الأبحاث. ولذلك أنا باعتقادي أنه أظهرت على الأقل الفترة القصيرة هنالك سلامة كاملة بالنسبة لهذا. طيب، اللقاح. طيب، ولا يوجد هنالك خطورة. هذا الخبر، هذا هو الخبر الجميل. أطلنا عليك بالأسئلة اليوم بروفيسور، ولا يهمك. أشكرك جزيلا بروفيسور علي فطوم، أخصائي في علم اللقاحات والأدوية والميكروبات. شكرا جزيلا لك. شكرا.